نقف على العناوين العالمية والتي أيضا مرة أخرى في المنشيط العريض البند العريض فيها تحدثت عن منطقتنا الشرق الأوسط والخان الأحمر والفلسطينيين تحديدا. نبدأ في روسيا اليوم. أسر بدوية فلسطينية في الخان الأحمر تناشد ميركل لعدم هدم القرية. ناشد أطفال من البدو يوم الثلاثاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمساعدتهم في وقف الخطط الإسرائيلية لهدم قريتهم في الضفة الغربية المحتلة وحمل الأطفال لافتات عليها صور ميركل قبل زيارتها المقررة لإسرائيل. وينتظر سكان قرية الخان الأحمر البالغ عددهم 180 شخصا مع نشطاء أجانب تجمعوا في الموقع تحرك الجرافات في أي وقت بعد انقضاء مهلة حددتها إسرائيل لسكان القرية لهدم منازلهم بأنفسهم في الأول من أكتوبر. وأيضا في قناة الأناضول وفي موقع الأناضول التركي الفلسطينيون يواصلون الرباط في الخان الأحمر. على مدار الساعة يرابط النشطاء منهم من يرصد تحركات القوات الإسرائيلية والبعض الآخر يوفر احتياجات المرابطين وبعض النسوة يعددن الطعام والشراب والمواجهة تبدو قريبة وقد تكون حاسمة وكما قرأنا قبل قليل بأن إسرائيل أجلت ذلك إلى ما بعد زيارة ميركل لأنها يبدو بأنها محرجة من ذلك والمستشارة الألمانية في ديارنا. في رويترز روسيا تقول إنها أكملت تسليم نظام S-300 الدفاعي لسوريا. قالت روسيا إنها سلمت سوريا نظام الدفاع الجوي الصاروخي S-300 في تحد لمخاوف إسرائيلية وأمريكية من أن بيع هذه الأسلحة سيشجع إيران ويصعد الحرب السورية. وقررت روسيا تزويد سوريا بهذا النظام على الرغم من اعتراضات إسرائيل عقب اتهام موسكو لإسرائيل بأنها تسببت بشكل غير مباشر في إسقاط الطائرة العسكرية الروسية في سوريا في سبتمبر أيلول. وأبدت إسرائيل أسفها على مقتل 15 من أفراد سلاح الجو الروسي مرجعة الحادث إلى غياب الكفاءة السورية، وقالت إنها مضطرة لمواصلة اتخاذ إجراءات ضد ما يشتبه بأنها عمليات نشر قوات مدعومة من إيران عبر حدودها الشمالية. فرانس 24، اسمعوا ما يقوله ترامب في تصريح أيضا أثار العالم مرة أخرى. ترامب يسخر من المدعية على مرشحه للمحكمة العليا بالاعتداءات الجنسية عليها، وقررت أن أقرأ بعض التفاصيل. سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علانية من المرأة التي تتهم مرشحه لعضوية المحكمة العليا القاضي بيرت كافنو بالاعتداء عليها جنسيا حين كانا تلميذين قاصرين قبل 36 عاما آخذا عليها افتقار شهادتها أمام مجلس الشيوخ إلى الدقة. مما قاله ترامب في اجتماع انتخابي: لقد احتسيت زجاجة بيرة، سخرية من المرأة المشتكية. يقول: لقد احتسيت زجاجة بيرة، مقلدا بذلك الأستاذة الجامعية المدعية. وجاء أيضا بأنه يقول بأنها كانت في عمر 15 عندما تم الاعتداء عليها وبأنها كانت مخمورة. وأضاف الرئيس ساخرا: كيف عدت إلى منزلك؟ سألوها قالت: لا أذكر. كيف ذهبت إلى المكان؟ لا أذكر. قبل كم سنة؟ لا أعرف لا أعرف لا أعرف. سخر ترامب أيضا وقال باستهزاء من المحاضرة الجامعية: في أي حي حدث ذلك؟ لا أعرف. أين يقع المنزل؟ لا أعرف. في الطابق الأرضي أم أين؟ لا أعرف، ولكنني احتسيت زجاجة بيرة. وعرب ترامب عن أسفه لأن حياة رجل في حالة يرثى لها، حياة رجل دمرت بسبب هذا الاتهام. ومن سخرة ترامب لامرأة تقول بأنه تم الاعتداء عليها أخيرا، في رأي اليوم واشنطن تهدد بمهاجمة مواقع روسية تعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وتتهم موسكو بانتهاك معاهدة نهاية الحرب الباردة. وقالت مسؤولة أمريكية أن بلادها تحاول منذ سنوات إيصال رسالة إلى روسيا مفادها أننا على علم بانتهاكاتها وقدمنا لها الدلائل المتوفرة لدينا، وأشارت إلى اعتقادها بأن البلدين يمكنهما التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية، مشيرة أن واشنطن في الوقت نفسه مستعدة للنظر في استخدام القوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة، وذلك ولم يصدر على الفور تعليق من موسكو على تلك التصريحات.
إذن في مواجهة على ما يبدو تقترب يوما بعد يوم بين موسكو وواشنطن، ولكن كما قلنا بأن قضيتنا المركزية في هذه الأيام هي قضية خان الأحمر. ومعي عبر الهاتف عبد الله أبو رحمي، منسق حملة أنقذوا خان الأحمر في هيئة مكافحة الاستيطان. استاذ عبد الله، يعني الآن هنالك تعويل على زيارة ميركل، توجه من قبل أطفال فلسطينيين لميركل. إسرائيل تقول بأنها قد تؤجل الهدم إلى ما بعد هذه الزيارة. ما هي جدية هذه الآمال التي نعول عليها؟ نعم، يعني نعقد الآمال على هذه الزيارة لعل أن يكون هذه يعني الفرصة الأخيرة لنا يمكن لتراجع إسرائيل، مع أنها أعلنت في أكثر من موقع جاهزيتها للتنفيذ. قبل قليل تحرك طلاب مدرسة الخان الأحمر متجهين إلى الممثلية الألمانية في مدينة رام الله لنقل رسالة إلى الممثلية لإيصالها إلى ميركل حول طلبهم البسيط والمتواضع، فقط يطلبون أن تساعدهم في إنقاذ مدرستهم وأن تحافظ على مقاعد الدراسة وعلى كتبهم وعلى تعليمهم. هكذا تحركوا الأطفال قبل قليل وهم على وصول الآن للممثلية الألمانية في رام الله. وكما ذكرتم أن هناك بدأت تحركات منذ يوم أمس ويوم أمس الأول بصورة مستمرة إلى الموقع. الصباح الباكر كان هناك مداهمة على مداخل القرية، أكثر من 15 آلية من آليات الشرطة ممثلة بوحدة اليسام، وحدة القمع اليسام التي كانت مصطفى على مداخل القرية. وبالتالي يبدو أن هذه عمليات تدريب تسبق عملية الإخلاء والهدم الحقيقي. فبالتالي هنا أيضا جاهزية وإعلان الاستنفار من قبلنا وقبل هذه قرية الخان الأحمر وحملتنا، حيث يزداد العدد يوما بعد يوم سواء بالتواجد في ساعات النهار أو بالمبيت في ساعات الليل تحسبا لأي اعتداء. الصباح الباكر حينما أقدمت السيارات العسكرية الكل استنفر ونهض للتوجه إلى مدخل القرية للتصدي للسيارات إذا ما دخلت إلى الخان الأحمر. نعم أستاذ عبد الله، السيد الرئيس تحدث يوم الخميس الماضي عن موضوع خان الأحمر بشكل عيني في الهيئة العامة للأمم المتحدة، والآن هنالك توجه لميركل، وهنالك أيضا نشطاء أجانب يتواجدون كل الوقت في القرية. في تجارب سابقة إسرائيل يعني تتصرف بعنجهية، هل يتوقع أن تكون مواجهة فعلية أرض الواقع؟ وفي سؤال آخر، ميركل من المفروض أن تطرح الموضوع عند لقائها مع نتنياهو، هل ستطلب منه عدم هدم القرية أم ستطلب استيضاح وفهم للقضية فقط؟ يعني أولا بالنسبة للمواجهة بالتأكيد إذا الاحتلال ما أقدم على خطوته سيكون المواطنون دروع بشرية أمام المنازل، سيقفون أمام الجرافات. وبالتالي إذا ما أقدم الاحتلال على استخدام العنف والقوة بالتأكيد سيكون هناك مواجهة. نحن لا نملك، لا نقول أو لا ندعي أننا نملك القوة لإجبار الاحتلال على التراجع، لكن نملك الإرادة، نملك الإيمان بالحق. وبالتالي نحن بطرق شعبية وسلمية بهذا الاعتصام بالأعداد البشرية المتواجدة بهذه الكتل البشرية يمكن أن ندافع عن هذه المنازل بأجسادنا. وبالتالي الاحتلال كعادته سيلجأ إلى استخدام أدوات القمع، سواء كذلك في البداية من قنابل صوتية وقنابل غازية، ممكن استخدامه للفلفل، ممكن للرصاص المطاطي، للضرب العصي، للاعتقال، لكل هذه الوسائل. يعني سيكون مشهد بالتأكيد الاحتلال سبق وأن قام بمشاهد في نفس المكان، أبرزت العنف والاعتداء، عشرات الاعتقالات سابقا، أكثر من 50 إصابة في اليوم الأول في الرابع من تموز حينما أقدمت الجرافات على تسوية الشوارع لتسهيل عملية الدخول. فبالتالي نعم يمكن أن يكون ذلك. بالنسبة لميركل، نحن ألمانيا من الدول الأوروبية أو هي من دول الاتحاد الأوروبي التي كان لها موقف واضح من البداية حول عدم الهدم وحول إبقاء القرية، ومن ثم يعني لوحت كما هي فرنسا وبريطانيا و السويد وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية بأنه هذه عملية الهدم ستنعكس سلبيا على إسرائيل وستقود إلى أخذ خطوات من قبلهم. هذه الخطوات ممكن أن تكون تؤثر على العلاقات، لأن جزء كبير من هذه المناطق هي بصراحة مدعومة
سواء مشاريع أو بناء منازل أو المدرسة مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، وهم ينفقون على هذه المنطقة، وأيضا أنهم يقرؤون هناك القناصر والسفراء الذين باستمرار في زيارات مستمرة للخان الأحمر، هم يعلمون أن هذه الخطوة ستؤثر على حل الدولتين وستقضي على حل إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي هم يدعمون منذ البداية حل الدولتين، فبالتالي هم يحافظوا على المشاريع الذين يدعمونها، وبالتالي كل ما تقوم به إسرائيل هو معارض لذلك. يعني نتأمل ويعني أن يكون هناك حيز في لقاء ميركل مع نتنياهو لإيصال هذه الرسالة أو الضغط عليه للتراجع عن هذه الخطوة. نعم أستاذ عبد الله، سؤال أخير، يعني كان هنالك دعوات للتواجد في الخان الأحمر من قبل الفلسطينيين والنشطاء. أنا قبل بضعة أسابيع حاولت الدخول ولكن المنطقة كانت مغلقة. كيف يمكن للناس الوصول وهل المناطق مغلقة مداخل القرية؟ الشرطة كيف تتصرف في هذه الأيام؟ نعم، يعني حتى هذه اللحظة البوابات مفتوحة، لا يوجد حواجز، يوجد انتشار على مفارق الطرق المؤدية إلى الخان الأحمر، يحاول بعض الأحيان إيقاف الحافلات وإجبارها على العودة وعدم الوصول إلى الخان الأحمر، ولكن بصورة فردية السيارات الخاصة ومن ثم المداخل حتى هذه اللحظة التحرك والوصول بيسر، لا يوجد أي صعوبات أو أي عقبات، وبالتالي هي دعوة الأيام القادمة والساعات القادمة هي حاسمة يعني، وبالتالي التواجد مهم جدا، وكما ذكرت نعتمد على عددنا وعلى إرادتنا وعلى إيماننا بحقنا، وبالتالي من خلال تواجدنا، وهذا يحتاج إلى زخم شعبي كبير حتى يمكن أن نصعب المهمة أو حتى بإذن الله نصل إلى إفشالها. إذن كما يقولون لن نخون خان الأحمر. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله أبو رحمي، منسق حملة أنقذوا خان الأحمر من هيئة مكافحة الجدار والإصلاح.